لتستقم صلاتي كالبخور ماء أمامك، وليكن رفع يدي كذبيحة مسائيات استمع لي يا رب. إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب، من يثبت فإن من عندك هو للاغتفار. أيها الرب القدوس تقبل صلواتنا المساء. سبحوا الرب يا جميع الأمم، وامدحوه يا سائر الشعوب. أيها الشعوب احتاطوا بصهيون واكتنفوها وأعطوا مجداً فيها للناهد من بين الأموات، لأنه إلهنا الذي أنقذنا من آمين. فأنا من الرب الرحمة ومنه النجاة الكثيرة، وهو ينجي إسرائيل من كل